النهارده، واللي الحقيقه الجزء الاخير من كلامنا معاه اتكررت فيه اكتر من كلمه غريب قوي ان احنا يجي علينا زمن نقولها على اي لاعب عموما من لعيبه النادي الاهلي، كلمه تراخي، كلمه دلع، كلمه روح غايبه. يعني احنا طبعا حيدنا في الاول تفصيله الاجهاد وطبعا في اجماع عليها، لكن من امتى اي لاعب في النادي الاهلي ممكن يتقال عليه النوع ده من الكلام او يتوصف سلوكه في ارضيه الملعب او ادائه بالتراخي؟ ده بينتج عن ايه؟ هل في مساحه لمثلا عشان التغيير اللي حصل في الفتره الاخيره وغياب موسيماني وجلب مدير فني جديد؟ هل النوع ده من الاحداث اللي بتاخد اوقات مستقطعه من استرسال اللعيبه في العطاء دي ممكن تبقى بشكل او باخر سبب في غياب روح منطقي؟ ده لم يحدث في تاريخ النادي الاهلي من يوم ما انشئ لحد النهارده ان كان في جيل ما عندوش الروح القتاليه، والولاد اللي موجودين دلوقتي عندهم الروح القتاليه بدليل البطولات اللي هم واخدينها والاداء اللي هم بيأدوه. لكن موسيماني في الفتره الاخرانيه حصل نوع انا بسميه كده من وجهه نظري، لان انا لما بلاقي مثلا عندي 3-4 بيأدوا اقصى جهد عندهم، والاثنين ثلاثه اللي موجودين في وسط الملعب او في المقدمه ما بيأدوش الواجب الدفاعي بتاعهم، وبالتالي انا لما باجي اضغط يا كريم نهواندا لو انا بضغط على الفريق الوداد، ايوه، لو انا انتوا الاثنين ضغطتوا وانا ما ضغطتش يحصل ايه؟ لا خلاص خلل. فاذا ما ضغطناش كلنا مع بعض فاللعيبه وهي حتى التشكيل بيتقال بيبقوا عارفين ان في فلان وفلان ما بيأدوش الضغط ده، وبالتالي هم اللي بيتحملوا الاعباء. لما انا جاي لي اثنين، انا المفروض انا معايا واحد وزميلي معاه واحد، فالعمليه دي تكررت مره واثنين وثلاثه، وبالتالي بتبص تلاقي احنا عمرنا ما دخل فينا الاجوال ديت، ايوه عدد الاجوال ديت، وعمرنا ما ضيعنا اهداف بالشكل ده. ماتش سموحه انت تكسب سموحه 6-7 بالراحه جدا، 19 فرصه مؤكده، وقبلها في كل الماتشات. ماتش امبارح كام فرصه؟ الشوط الثاني كام فرصه؟ لدرجه ان احنا احيانا بنخش على بعض، يعني كوره حمدي فتحي داخل هيحطها شريف، نتيجه ان انا حتى ما بنكلمش بعض، عينينا مش على بعض نتيجه ان عدم تركيز. ما اعرفش في روح كده انا شايفها، ولابد ان احنا نقول الكلام ده لان احنا عشان نهدي الناس في البيوت ونهدي جمهورنا. الولاد بتوعنا دول جابوا لنا بطولات كتيره جدا، ايوه، واسعدونا جدا. من التهدئه الاصلاح، انا من وجهه نظري ودي رساله، انا طبعا ما بدخلش في الشغل حد، بس اللي انا بقول انه الفتره اللي جايه دي الشهرين دول في غايه الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي. في فتره من الفترات، وطبعا مش زي مش يعني ما بقارنهاش بالفتره دي، فتره من الفترات كانت في الستينات النتائج ساءت، كان رئيس النادي دخل لاعبين في معسكر في القوات المسلحه في الجيش، واحلق شعرك وشغل، كانت فتره عصيبه جدا. انا النهارده طبعا بعيد خالص عن التشبيه دوت، لكن انا النهارده بقالي عندي شهرين عندي 3 بطولات، الثلاث بطولات دول بفضل الله وباذن الله اللعيبه ديت مع الجهاز الجديد لازم ياخدوها. هياخدوها ازاي؟ انا النهارده بعمل معسكر مفتوح من الصبح لحد اخر تمرين، اللعيب يروح على النوم، يجي الصبح الاخطاء، المدافع ده بيطلع يباصي غلط، يعني في مدافع يباصي من الطرف يدخلها جوه ويجي فينا جول، لا يبتدي يوقفه ويعلمه يعني ايه الباصه بتتحط ازاي. التمرير الشناوي لما يجي يباصي الباصه الصح، يبقى لازم يتمرن عليها كتير. الفيرود الاوفر بيتعمل انت بتعمله لمين؟ لابد من خلال التكرار، انا كريم او هاني او اي حد رايح على الطرف بلعبها اي حاجه لازم لاعبها الواحد، الواحد ده يبقى مين؟ شريف رايح على العرضه القريبه، حسام على وسط الجول، طاهر على العرضه البعيده، يبقى انا مغطي الجول، مغطي الثلاث زوايا بتوع المرمى، احنا بنخش على بعض. وبعدين مش لازم كل مره اعملها اوفر، المره بروح والعبها على الارض. امبارح طاهر رقص الباك ليفت وراح عليه، والباك ليفت بقى بالمناسبه ده من اشبال الاهلي، اسمه سعدون. فانا بعد ما رقصه لو خد خطوتين ثلاثه جول راح شايطها. طب برضه نتيجه، واحنا عارفين طاهر لعيب هايل ولعيب راجل وياما اسعدنا، دي برضه نتيجه ان انا عدم التركيز. فانا بقول الشهرين دول بتمنى انه يبقى فيه معسكر مفتوح للولاد، يجي الصبح وبعدين الجهاز
لابد انه يعرف ثقافه اللاعب. انا الفتره دي ما فيش الروح، الروح ديت لابد انها ترجع بمنتهى السرعه، واوضه اللبس لازم يبقى فيه يعني تبقى اقوى من كده. وليد سليمان عليه دور، الشناوي عليه دور، عمرو السوليه عليه دور، اللعيبه الكبار كلهم عليهم دور ان احنا الروح القتاليه دي ترجع تاني. وفتره زي ما حضرتك قلت انا هوند فتره جوزيه كانوا كسبانين 5-6 وهم وكان بيقعد ينتقدهم ويقعد ويطلع ويعمل عقوبات ويعمل الثقافه يبقى اللاعب مش فاهم هو انا مش كسبان دلوقتي ده انا جايب لا واحد نجم المباراه ويعمل له خصم لا طب ده انا لسه جايب جولين عارف بس دي حقيقه يعني الجيل ده طبعا منهم كتير اصدقاء ليا يعني ونجوم لحد دلوقتي بس هم كانوا بيحكوا لنا الحاجات دي فعلا يعني منهم كابتن احمد حسن مثلا كان كان في على طول حاجات زي كده مع مانويل خوسيه